أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير الصناعات الوطنية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها، وبخاصة ترسيخ مكانة البحرين التاريخية كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي، مشيرا إلى أهميتها العالمية لصياغة وتجهيز وفحص اللؤلؤ الطبيعي، ما أسهم في تعزيز إرثها التاريخي الممتد لآلاف السنين، حيث عرفت البحرين منذ القدم كواحدة من أبرز مراكز تجارة اللؤلؤ في العالم وتطويره بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية لتعزيز تنافسية البحرين عالميا. جاء ذلك لدى حضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حفل تدشين علامة مطر التجارية بحلتها الجديدة، بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وأشار معاليه إلى أن تدشين المشاريع المرتبطة بصناعة اللؤلؤ تأتي كإحدى ثمار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تطوير صناعة اللؤلؤ التاريخية في مملكة البحرين. كما أكد معاليه على ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة محفزة وداعمة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى قدرتها التنافسية العالية في استقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف معاليه أن مملكة البحرين تواصل جهود تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية عبر الخطط والاستراتيجيات والبرامج المختلفة، مؤكدا على أهمية القطاعات التاريخية كصناعة اللؤلؤ في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار معاليه إلى الدور البارز للقطاع التجاري إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى في تعزيز مسارات التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة. من جانبه أعرب السيد إبراهيم خليفة مطر مالك مطر للجواهر عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضوره الاحتفال، مشيدا بما تحظى به الصناعات الوطنية وبخاصة صناعة اللؤلؤ من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين التاريخية والعالمية في هذا المجال. نبارك لعائلة مطر تدشين الهوية الجديدة لهذه المجموعة التي ساهمت في إثراء الحراك التجاري المتعلق بتجارة اللؤلؤ في البحرين. ونحن في هيئة البحرين للثقافة والآثار تجمعنا بهذه العائلة الكريمة علاقة طويلة، نتشارك في المعارض المخصصة للؤلؤ وأبراز هذا الوجه البراق للبحرين بما يحمله من معاني تاريخية وطبيعية هامة تلاقي استحسان المواطنين والزوار على حد سواء. طبعا احنا اليوم متواجدين كلنا للتحديث الجديد اللي قامت فيه شركة مطر. شيء وايد حلو ان احنا اليوم نشوف ونشهد طبعا يعني عائلة مطر عائلة معروفة طبعا بالارث اللي عندها وبصناعة اللولو، من العوائل اللي احنا نفخر فيها اليوم في البحرين. طبعا هم من 1850 طبعا ومستمرين وكل سنة عن سنة يبدعون أكثر. حلو أن نشوف أن الشركات عندنا في البحرين إن شاء الله توصل للعالمية. طبعا اللولو البحريني معروف، اللولو البحريني الناس تسافر له وتي البحرين بس عشان أنه يعني تشتري من لولونا، فحلو أن احنا اليوم نحتفل. الله يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله نطمح أن نشوفهم دائما مع الدور العالمية بإذن الله. احنا نعتبر اللؤلؤ بالنسبة لعلاقته مع البحرين مثل علاقة الكرم مع العرب، علاقة وطيدة يعني وقوية. والآن يعني كان في يعني مثل القول أن اللؤلؤ الطبيعي انتهى، اللي موجود كله لؤلؤ قديم ويعاد استخدامه،
احنا عندنا في البحرين طبعا اللؤلؤ يستخرج بشكل يومي ونشتريه بشكل يومي، وعندنا قطع فريده جدا. وقبل كم من سنه عرضنا في باريس بعض العقود وبعض الاله الجديده الحديثه، وهذه الحقيقه كان لدور ان احنا يعني حسينا ان هناك طلب عالي على اللؤلؤ وهناك حاجه حق اللؤلؤ. من هالاجل احنا حاولنا ان يعني تكون لنا علامه تجاريه جديده ممكن ندخل فيها في السوق العالمي. احنا اليوم في اعاده افتتاح محلنا في مجمع العالي، وفي نفس الوقت عندنا اطلاق علامتنا التجاريه اللي الحمد لله قدرنا نسجلها في البحرين، وان شاء الله بنسجلها في الخارج قريب الحمد لله. يعني لهالوقت قدرنا نروح من هول سيلرز في مجال اللؤلؤ للريتيل او قطاع التجزئه، وقاعد نواصل ارثنا الحمد لله في اللؤلؤ وفي مجوهرات اللؤلؤ.